عرضت كوريا الجنوبية على جارتها الشمالية إجراء مفاوضات على مستوى مرتفع في 9 من الشهر الجاري. وقال رئيس كوريا الجنوبية إن التحسن في العلاقات بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالية. تصريحات مون جي إن جاءت عقب خطاب أدلى به كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بمناسبة العام الجديد، قال فيه إنه منفتح على الحوار مع سؤول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.